انا نهار اللي مشيت صورت في حصه لباس معاه قعدنا نحكيه قبل افون لو تورناج اقترح عليا بعض اللي في معناتها بعض من اللي فيديو اللي عملتهم انا على اساس باش نعمل معناتها ام بتي سكيتش قلت له راني محضر غنايه وغنيت وتعديت بكدا سي فري معناتها ريحه الكول ديجا وقت اللي نحكي معاه حطيت يدي على خشمي وقت اللي تعبت يدي اليسار حطيت يدي اليمين وقت اللي تعب الزوز قلت له برسمك شد لي انت خشمي بيدك فهمت ريحه ما نحكي لكش فماش علاش باش نكذب ظهري هذا جين بار جين نوت بار معز كيقول هو وليد النهدي يتكيف في الزطلة ويشرب في الحرابش معناتها عبارة لا يحب يهدم كاريير متاع عائلة كاملة حياتها كله يتخدم حياتها كله يتناضل وتعطي في اللي عندها لإرضاء الجمهور كما تعرف الفنان معز يخدم للجمهور بالأساس عيب ومش باهي ومش لايق كما نعرف نوف الورتاني أنا قبل نتذكر وقت خرجت فيلم 30 تقمصت شخصية علي دعاجي كان يلحلح بيا باش نمشي بحذاه للراديو معناتها مشيت وكل ولكن نحس نوفل توا وليت بعد ما وصل لان سارتان نيفو وليت تصفيه حسابات